السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، منوريني دايما ومشرفيني دايما في فيديوهاتي وبتعليقاتكم الجميلة، فاتحين نفسي دايما. ان شاء الله حبايبي هنعمل النهاردة مع بعض البانيه. الطريقة من الطرق اللي انا بعملها هي دي، الطريقة من الطرق اللي انا بعملها هي طريقة سهلة وبسيطة خالص، بس ان شاء الله بإذن الله في فيديوهات تانية هنعملها مع بعض بطريقة تانية. معانا حبايبي كده 2 من صدرة الفراخ، انا خلياهم عاملاهم شرايح كده بانيه زي ما شايفين كده، انا عاملاها في البيت حبايبي وعاملاها رقيقة كده شوية. اللي عايز يبقى يتخنها عن كده يتخنها، اللي عايز بيجيبها من عند بتاع الفراخ جاهزة مفيش مشاكل. بس عامة مع بعض هنشوف النهاردة الطريقة بتاعتي بنعملها ازاي. نبتدي بسم الله، نقول مع بعض المقادير كده ونسمي بسم الله. اولا حبايبي معانا بصله كبيره، عاملاها كده فرمها فرم خفيف كده بالشكل ده اللي هي مبشوره عشان تبقى ناعمه مش تبقى باينه في البانيه. معانا 2 بيضه، معانا ربع كوب من اللبن. حبايبي اللبن بيطريها، لو مفيش لبن البديل بتاعه الزبادي عشان بيطري البانيه ودي طعم كويس. هنقول مع بعض التوابل. التوابل عبارة عن معلقة صغيرة من الكمون والفلفل الأسود، نص معلقة من 7 بهارات، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معانا نص معلقة صغيرة كركم زي ما قلنا قبل كده. الكركم بحب أضيفه لأكلاتي كلها لأن هو غني بالفوائد، الفوائد الكويسة للجسم وكده، وفوائده كتيرة لا تعد ولا تحصى. معانا حبايبي ربع معلقة صغيرة من الملح. اللي عايز حبايبي يضيف اي نوع بهارات تاني طبعا على حسب ما حبايبي حابين، كل واحد وذوقه في الاكل. هنبتدي دلوقتي حبايبي بسم الله نخلط المكونات على قطع البانيه. هنحط كده البصل المفروم بسم الله، حبايبي قطع البانيه دي في قطع كبيرة هتتعمل بانيه والقطع الصغيرة خالص هسيبها في التتبيلة وبعد كده هحطها في خلطة تانية عشان اعملها كفتة فريخ. بس يعني دي القطع الصغيرة بحب استغلها في موضوع كفتة الفريخ، بتبقى طعمها كويس جدا. معلقة التوم نحطها هنا كده، والتوابل نحطها على البيض بسم الله. نبتدي كده نقلب تقليبة خفيفة. نكمل تقليب هنا. نحط ربع كوباية اللبن. نبتدي كده نقلب مع بعض. حبايبي اللي عايز يضيف خل او معلقه عصير ليمون يضيف، بس انا ما بحبش ان انا احط الخل ولا الليمون الا من النادر يعني ما اكون حطاه. طبعا حبايبي زي ما احنا شايفين الفراخ دي كده انا غسلاها قبل ما اصور معاكم، غسلها كويس. طبعا حبايبي التتبيله ديت كويسه جدا، السوائل اللي هتفيض دي السوائل اللي هتفيض من التتبيله بعد ما اشيل منها قطع البانيه الكبيره دي هحطها على شرايح الصغيره خالص بتاعه البانيه واعملها كفته فراخ زي ما قلنا مع بعض. حبايبي هنسيب قطع البانيه دي في التتبيله لمده حوالي عن ساعتين، واللي عايز يسيبها اكتر من كده يبقى افضل، تتشرب من التتبيله كويس. كل ما تقعد في التتبيله يبقى طعمها وريحتها كويس جدا خالص. النهارده هنعملها مع بعض بطريقه بسيطه، وفي مره تانية نعملها بطريقه تانية. نسيبها بقى في التلاجة شويه لحد ما تاخد ايه طعم كويس من التتبيله دي. حبايبي طلعنا كده البانيه بعد ما اتبل بالشكل اللي انتم شايفينه ده لمده طويله في التلاجة بحيث ان هو يشرب من طعم التتبيله. ومعانا فيجيتار حراق، اللي عايز يستبدله بقسماط ناعم يستبدله. هنبتدي كده دلوقتي حبايبي نطلع كده البانيه
القطع اللي هي الكبيرة اللي احنا قلنا عليها تتعمل بانيه، والصغيرة نسيبها للكفتة الفراخ. هنبتدي بسم الله. نحطها كده بالشكل ده. نغلفها كويس عشان الفيجيتار ما ينزلش من عليها أثناء التحمير. مرة تانية بإذن الله هنبقى نعمل البانيه، بس التتبيلة مختلفة، بتكون عاملة طبقات كتير للي عايز يكبر حجم البانيه بالطبقات اللي هو بيبقى عبارة عن دقيق وبيض وفيجيتار. بس انا قلت الطريقة دي سهلة وسريعة كده. طبعا لازم نطبعها كويس كده بحيث الخلطة اللي بره اللي هي عبارة عن الفيجيتار ما تنزلش من عليه اثناء التحمير. هنبتدي نشيله كده، القطع اللي هنعملها اول باول نشيلها في صينية. بسم الله، لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها اللي احنا عاملينها. بسم الله، جربوها حبايبي ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. هو البانيه عبارة عن هو أكلة من الأكلات السهلة السريعة لو الواحد مستعجل ومش عارف يعمل أكلة ايه سريعة، فهو بيبقى أسرع أكلة احنا بنعملها. وممكن حبايبي بعد ما نغلفه بالفيجيتور كده لو مش عايزين نعمله في ساعتها ممكن نفرزه في الفريزر بالشكل ده، يوفر علينا وقت وجهد لو الواحد مستعجل وما عندوش وقت، او مثلا عايز ياخد منه للمدرسة للاطفال لسندوتشات المدرسة. بتكون حاجة لذيذة كده في السندوتشات وفي نفس الوقت سريعة. طبعا حبايبي اللي يجي يعمل قطع البانيه مش شرط يعملها كبيرة زي ما انا عاملاها، كل واحدة على حسب ما هو عايز، او ممكن برضو مش شرط اللي هي تتعمل ايه كده، في ناس بتحب تعملها تبقى تخينه شويه، ممكن تتخن القطعه شويه. وبالنسبه حبايبي لكفته الفراخ، كفته الفراخ جميله جميله جدا خالص، طعمها روعة خالص، جميلة فعلا. انا بحب اعملها لما بكون معايا بتبقي معايا قطع بانيه صغيرة كده. وطبعا بكون الواحد حاطط في الخلطة بصل وثوم والتوابل كويسة، فحرام اللي احنا نرميها، لازم نبقى اقتصاديين يعني موفرين، نستغلها نعملها في كفتة الفراخ، بس نضيف عليها بس الخضرة بتاعتنا سواء بقدونس شبت كزبرة زي ما احنا عايزين. الولاد برضو هياكلوا الفراخ بس بشكل مختلف، سواء بانيه كفتة وبنص فرخة اللي هو النص فرخة الواحد صدرتين اللي الواحد بيعمل بيهم كمية كبيرة كويسة خالص. حتت صغيرة شوية بس نعملها بدل ما نعمله كل كفتة، خلي يبقى فيه شوية كده وشوية كده، شوية بانيه وشوية كفتة بدل ما نحط الكمية كلها في الكفتة. لازم حبايبي نعملها كده بايدينا بحس ان هي تطبع فيها الفيجيتور ما يخلعش من عليها. وبعد ما نحطها نحط الفيجيتار عليها كده لو عندنا وقت اللي احنا نسيبها شوية في التلاجة تاني شوية كده
حوالي عن نص ساعة ولا ساعة، ما فيش مانع. اللي عايز يعملها ويحمر على طول عادي حبايبي، كل واحد على حسب ما هو عايز او على حسب ما هو متعود يعمل الحاجة. بالشكل ده كده يبقى خلصنا كمية البانيه اللي احنا عايزين نعملها. هنسيبه شوية ونحطه في الزيت يتحمر. حطينا حبايبي كده الزيت سخن على البوتاجاز، الطاسة دي نبتدي كده ننزل فيه قطع البانيه بسم الله، ونحطه على نار هادية عشان ما يحمرش جامد، وفي نفس الوقت يكون من جوه مستواش بسم الله. سيبه كده يحمر على نار هادية متوسطة، مبيخدش وقت خالص، هو كل حوالي عن 10 دقايق بيكون طالع، ويمكن أقل كمان. وكده خلصنا حبايبي وصفة النهاردة مع بعض كده. ده كده البانيه بعد ما اتحمر بالشكل ده حبايبي، من بره زي ما احنا شايفين كده كريسبي خالص، ناشف من بره، ومن جوه طري خالص زي ما حبايبي شايفين كده. وبالنسبة للكفتة انا عملت الكمية اللي فاضت مني اللي هي الصغيرة، قطع البانيه الصغيرة زي ما قلنا لحضراتكم كده في اول الفيديو، اللي انا هعملها كفتة. ضفت عليها كمية الفشطار اللي فضلت وكده من بعد تبلت تغليف البانيه، ورحت طايفة عليهم خضرة المحشي اللي احنا عارفينها اللي هي الشبت والبقدونس والكزبرة، وقلبتهم في بعض، ورحت جاية مصبعاها ومغلفاها من بره بالفيجيتار تاني. عملت معانا الكمية ديت، ويبقى كده حبايبي من نص فرخة عملنا وجبتين حلوين خالص، مغذية وفي نفس الوقت غير مكلفة، من كمية من نص الفرخة. وبالنسبة انا عملت 70 الكفتة دي كده عشان اوريها لحضراتكم وعاملة ازاي من جوه، جميلة خالص، الاولاد يحبوها بالشكل ده. يبقى عاملين من الفراخ شكلين حلوين خالص وبطعمين مختلفين برضو، الاولاد يحبوها خالص بالشكل ده. اي ام بتحاول ان هي تبدع في اكلاتها بحيث ان اولادها يحبوا اي حاجه هي بتعملها وياكلوها، زي ما عارفين اولادنا كده حبايبنا، ربنا يبارك لنا فيهم، بيغلبونا في الاكل. وبالنسبه للكفته دي حبايبي انا دلوقتي هفرزها في الفريزر، ونبقى نعملها في اكله تانية باذن الله، في وجبه تانية، سواء عشاء او فطار او في غدا برضو. ويبقى كده حبايبي كده نختم الفيديو مع بعض، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم حبايبي في فيديو قريب ان شاء الله.